الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. والله يا المركة وهو الرئيس إلهي بينه سبحانه وتعالى صدر دار من عبسديسة قف كستوين كم إذا إلهي وحد أجرتا أنت أتكعب صدت قول كاغا فعل كاغا دقن كاغا أياد إلهي أجرتا قرقار كي سنة أدمو طيسان إسا عمري كاغا يعافمات كاغا يعود كاغا أتكوه ليسا أنت بعد قيد ما لنتي إلا بيطبنات بشي رمضان بينو تشوغنا درتبا بشي طبان عشاء دارات بات تغي وحا الصعودة تغي وعمري قيني ماها بل مال عدلا إسكا دردورين صعودة ماها وعمري قاقي وحا الصعودة عمري قاقي با الصعودة رمضان تن واد نوشا هاي رمضان تي هورانا واد نولين إلهي تن بوكو سوق قارسي ضد بدن ومساجد كان كقولت كان شيره وعلماء له وعضيال له وعامله ودلين يرى له باهويدي وعاوى لك كهوسية ما يسوي دي سعرية وحى إلهي نرشا كوكو باقي يالي ودولي النوشة هاي وفرصة إلهي كسي سبحانه وتعالى ولي وقت جي إلهي كوكو تلقى لك كامر دمانين إلهي غفل بوقت بوكو تلقى للدنيا إنه كارميو تشوغو وقت جي كامر دمان ولي فرصة بقى لك كسي سند كدحدي سدتك كهري إلهي كامر دين أما بريد شيء أما بصر دين تاي ولي واد نوشة هاي عمر جاجا كفا إيريس نوشة هذا كفا إيريس عافيمات كاجا كفا إيريس شانس كي فرصة هذا كفا إيريس دتك مسلمين تاهي كان بد قلين أفكاري أدين كاري أور كاجا يا عقل كاري يا دقن كاجا أمضوها كان بد قشوا وحي لذيذة واللي بانيسا عربوا عنا ويكاهريسا سوى عنا وضن ولانيسا هبين كاد هو ينيس وقت وكاد ما ذنا سوى عن بعد هو يندونتا بشن وبشي قرآن كسودقي وقو رمضان تا سد حديد الطبنات طبان ولبا طبان كو قدم بيا كسي فضلي بدن طبان كي هوري طبان كان دحا كفضلي بدن طبان كان دحينا طبان كدم با كسي فضلي بدن واسدا أعماش صالحات كأه يا مواسم تخير كأه إن كلبا انت اي جبس كسي تهي وكسي خير بدن تهي طبعاً كي هوري قفلو وحاد قبصتي صوني عبادو دحريدا ديغتو ألا وديبتي وذيغا اوك وحي كاد عي وح خلاد ويسكد عكران استغفار بدن كدب جي دن بدافي صدقائي ودعوئي استغفار بدن كدب جي طبعاً كان دحينا دادال كاد لابن لاب طبعاً كالي هدى لكو قارسينا سيدا سيلم بشن وابشي قرآن كو سودي وحال ربا قفك إن كمده يا قرآن كي يقان إدم ميي إنه كتلا جل دور شيء القرآن كي إنه ختمه ما لنتي يغيران جزء آخر هذا نوح كلا آخرينه بشي سياد هل مر قرآن كودا ما يسوع نبي قو عليه الصلاة والسلام رمضان نذا قرآن كا جبريل بال لسوب عن شيء يوم مربو دم عن شيء رمضان تي عمري جي سؤد دم بيسء ودمن دوني إلى هاي سبحانه وتعالى جبريل مركو وصو دري وحو أمر الله بشر القرآن كي إنه آخرنتي سدم ميان labaad jeer be quraanka khatimeen nabi sallallahu alayhi wasallam ku dadaal inaad ka khatinto saddex jeer maalintii saddex juz akhriso si tobankii cishaba aad mar u dhameyso oo ay kugu tala gasho kugu suura gasho bishii inaad quraanka saddex jeer dhameyso ama afar jeer quraanka dhameyso ama shan jeer dhameyso waayo rabadaantan inaad dhameysanayso xitaa ma ogid imisa inna la soomay ama joogay rabadaanta bilowgeeda oo la aasay إمسا جنازين كنت كنها بين ذن يا مال مال مساجد أقرأ نيسان قار حنوسنا يا قار حنوسنين با إمسا كنت كن قار با إنتي سيحدين يقو عافمات قوى صبح سوتو كده رمضان تهدى أو إنتي سيحدين يقو ميدا برقاد سريرت الوارك أو صومنا وحالي سحورتي وصلاة صبح سوتو كده أيو سيحدي سقالك يا صبح نعم نكي وميد سريرتي وسهرين إلهي با أنت وقت جيسي كويكي أدي قلنا موجود رمضان تضم بين أدقاري دونت موجود صحيح قادر رمضان تن كفى إذا سو واحدا أكون مشغولين يا إسكاي لالي قرآن كآخرين تيس آد وجود دال صبحي آخري أو برقادي آخري أو ظهر كآخري أو دبدي سآخري أو قلبتي آخري أو هبينك آخري أو مركزين سيحانا يسو آخري أو سحور تآخري وحاسي وحي كل عيان ديوان كاجا صالحات كأعماشك للديوان ويوروريان ويوروريان ما لم تقدم تو إلهي اللي جهور جاي دوال كلا قاضو هي تكفر حدون تا إلهي دوق أقبلي ماشي وحكو وجرا أحاديث بان شيء جيا رسولك كسر أو قرآن كخصية في سورة الإسراء
قرآن كان إلهي مركو كهلي وحيري إن هذا القرآن قرآن كان يهدي للتي هي أقوى ضدك وحيو كهنونين يا ود بني آدم راعه وضضع قطوسنام بدن قرآن كاسك وهنونين يا إلهي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ضدك مؤمنين تاوحي وقب شارين يا عماشا ونواناكسا سمين يا إيك خاصة قرآن كي برانا يا قدق ما يكو عمل فلا يا أخرين يا أن اللهم إن إليهين أجرا أبال قد كبيرا وين بألير سبحانه وتعالى رسولك عليه الصلاة والسلام والقرآن كأخرية حديث كإمام مسلم أبي أمامة قرآن كأخرية والقرآن كوحو إيمان دونا إصغو موقال له ما أنت هو حروف كتاب كقرآن إصغو موقال له وضدك أركيان وترمي إيا موقال له وهدليا ووح أركيا وإرقينيا وتلماميا ودعوانيا ومرك فريا ومحانكو إلى هذا إن عين كاسو إيمان دونا مال أنت آخر وحروفها ما أنت كقرآن كتابك والقديسة كقرآن قرآن كأخرية ضدك قرآن كإهل كوأه اي كدغمه اي برتي اي اخريا اي ددك برا اخر او شفيع قادتونا غارهان لبدا سوره دود بقره يا ال عمران سي غار او اوغاد قران كما انت قيامه ايغو هوغامينيا سورده كلن اي كدبا فيشن يحيين اي ايمان دونان ما كدك حبالو كسو بخانو يا عيان ددكي ايغو هوده سورده قران كهوده كدوليان سيده ضرورها ضرورته او غورتو كلي ايا قران كو اسو غوريا اسغو سا او دوليا بقرة يا آل عمران به جامينية يجو قروح لآد لي يا بسه لبض رورود بعد مودة لبقى يبود وصاي سوبر برصعدة أو آل عمران يا بقرة وهو الرئيس مركزي كسو دقي ينقبتي إلهي أدومه سوكو كل حسابيني أخري أبو نبي قري صلوات الله وسلام عليه سورة دا سورة البقرة قري قال هو أخري يا شيطان كم صو قالوا برشدة دو وبركة كتجد دو وخسارو ساحرين تو سورة دا وما دين كران وما أودا مرسو قري صلى الله عليه وسلم marka le rasuulku wuxuu tilmaamay soonka iyo quraanku ba inay shafiica qaadayaan adiga maanta maxay ilaahay isugu ka beegay soon iyo quraanki ba ilaahay isugu ka beegay waa soomantay waa ramadaan quraankina waa ku jooga soonka ay hadaad ku dadaasho quraankina akhriso abshir maanta qiyaam way ku shafiica qaadi dooran markaas ilaahay wuxuu rasuulkiisa inooga waramaya qaabka doodu u dhici doonto shafiicadu say u dhigi doona hadalka quraanki ba bilaabaya warka وحق صومك باب بلابي إلهي بله الله يا صومك ودود يسي بوشيت سنة يا ربي يو أدون كاغن كهور تاغن ننكنا ما قف كان دومره ما لنتي وانت صو ساعة دودة إنو أو ما تأف كاغلي يو وحكا ستوبين آدن عوني كرو عبي كرو إساقو أوودة أيان ودي دي أنيقو إحدنا أنا هايستي قف كاسي إلهي وحن كاعد سنة يا مانتا إنا شفاعة دي دو إرقان كاهاي أدون كا إلهي يو حراتك أدونك يا قاتدي أدونك يا دالك أدونك تعبك آخر إلى وها وقدري بورمية وحكسو حجة أشفع قاضي قرآنك وصنع سوق عي مركيس إلى هاي قرآنك هدانا هاي أدونك أجاس هبينك ويجوت كنشري أنت أصل ساعات بتراويح وتجنا ثلاث ليلك هبينك استوى ودرا راتب بيوهايت سلاذها فرلك وركود الداء إلى وأن إرجانك هاي سو أنت هاي جهري من إرهاعي أنا يقول أذن كإرجان كأهي إلهي وكا أقبل يا سبحانه وتعالى إن أرنت ساعود عضه إلهي بس ساعود تلاقي عليه وأدومه سينو صدا أبد باديو وصدا أعماش الصالحات كأها إن أضودان بشارة النقطة وقرش إلهي علمي سو كجدة يا سبحانه وتعالى إن جن الله ينسو قد بيسين وترترق قادنا وجود دالله رسول كوحو تلامي سورة قرآن ككتير تسورة تبارك هبينك يبو آخرين شيء النبي صلى الله عليه سورة واحد ترى هبينك قرحت مركا يدعو رسولك اخرين جرى الى انت سيحانيو سوره تبارك با كميدا و خ رسولك تلمامي وحا جرت قرانك سوره 30 ايادودا او نين اخرين جرى دائما يهبن والبا اخرين جرى اشفع قاضي وعذاب القبر اي عذاب القيامه الى هيك الى الله سبحانه وتعالى سوره نو تبارك بو نبي عليه الصلاه والسلام اما سوره الملك وي مركله رسولك و خ يقول قفكي جعل اله انه كنت جعلانه ما دونيسا رسولك إنه كتشعل هذا ما دونيسا جوابته وها قرآن ككتاب كأخر بالوير من سره أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف قفك أي كفر حين يسو إلهي رسولك إنه كتشعل هذا إنه أغاده قرآن كأخر يبو النبي عليه الصلاة والسلام رسولك وحو تلمامي كتاب كان قرآن كأدون ككتاب لم يدمجر هل حرف
وحروفتي سكمي دي واتوبان حسنات مرقا إمن كتير هذا ألف لا ميم أما ألم ترى ألم ترى وألف يا لام يا ميم وصد حسنات ألف كواتوبان لام كواتوبان ميم كنا واتوبان ألم ترى باتري كيف فعل ربك وماذا قد بين صد حسنات بإلهي كوقر يا سبحانه وتعالى رسولك وحو تلمامي عليه الصلاة والسلام ما أنت يوم القيامة قرآن كونو إيمان أيو ودودي سو إنتا كليا كمأكا والدك عرورت قرآن كيسا بري إيه ولشي سي قبله سي حاس كيسا قرآن كبري إيه إساقو قرآن كبرتي إيه أخرين يي قرآن كهوشي سو إنتا ماها هذا اللذو قرآن كسو تشيدين دون وحا كميد يجيء القرآن يوم القيامة وحا إيمان دون قرآن كي مال إنتا قيامة بو إيمان دون فيقول يا ربي حلي إلهي يو أدوم كاقا أول لبس تتكو وقاقا ويه كوالا مسيتو أمر يلا مسيتو أولا ما قدنا إلهي يو أدوم كاقا وحن كاعد سنة يا أول لبس عوردي سقري لبس حرير أو ذهب أو فضاء إلهي أول لبس تاجنا مدح أصار أدوم كاقا فيلبس تاج الكرامة مركز اللول لبس يا يو تاج كوفي يدب قرد حدان الكرامة يا ماموس كا بملائكته مدح أقلي نيسا ثم يقول مركاسو يا ربي زده إله الزيادة انت انك بدن بو متادون كاسي قران كي بو برتي عرورتي سي بو بري ويلشي سي بو بري حاسكي سي بو بري واخرين جيرين تيرا قران بو غريغو اها كتب قران با انت تالي قران كان لو حفيدي جيري وا لو سبعين جيري وا لو دغايسن جيري انت انك بدن بو إله متا إله الزيادة وقران كي با الله يادونك وامسي الزيادة إلهيو فيلبس حلة الكرامة مكاسا واحد الله حريا اسكو تشوك يا بدلت كرامة بإلهي الحريا سبحانه وتعالى انت اكو تشوك سن مايو ثم يقول يا ربي ارضى عنه إله رالك النقو إلهي وادون كاكاس رالك النقو قرآن هدانا هاي حل قارة قويس كاس اسكا كيسار وضي هبر ايا اوبد با حل قارة قرآن كاس كيسار ننكاس حل قارة ويسسارة ومد بو افلحيي انت اسو قف بقران كا ودي غبري او فرتا ودي يو هينغا دا ودي او ما انت الى اخريان انت ادونك جوغي سبب وهي اله يو رالي كنقو فيرضى عنه اله رالي بو كنقنيا فيقال له ما كاسا لو سو تشيسنيا اله محو ارنيا سبحانه وتعالى مر دي لو لبيسي او جنات انو غلا سوماها ادونك با اله اله ادونك ايغيو هرا وسو جفردوس الاعلى جنات وات اس تلاب سو قال اقرا اخري قرانك اديغو سعود قرانك اخري ورقة شرن شردة شنادة فول كل بمت عقد سارو تلابسو ويزاد بكل آية حسنة آيات كستو أخريو حسنة إله أزيادنا وكذا يراد وحي ما موسى يلسي يؤدن والله هو فرصة عظيمة وحكم إذا أسرار القرآن كلية هي قف كصاحب القرآن كأسيد هذا أين الشيخنا أحاديث تا ضدكو أنت بدل أنت دم بأين الشيخنا هذا سعو أو شرن شردة فول أو آيات كستا انت حسنات بان لو غوسيناي انتن كهوريس دادكو ادمو اوغين رسولكو خولاي اقرا وارتقي ورتل الله و خورانيا قرانكي اخري طلاب سو جرنجرده فول كلا دقدق قرانكا كما كنت ترتل في الدنيا وحي مرخاتي اوتاي ادونك انو قرانكا اخرين جيري ساد ادونك قرانكا او اخرين جيرتي سيدي او اخري فان منزلتك بوسكا اتشنده كوليدي ادغيسو عند اخر ايه تقرا بها وايه اوغو دنبايس اد اخرسو محل لو جيت هذا قدام مساء دخلس دي قفك ضدك قرانك ما وضع دمين نيم با قرانك شن جسك يقان نيم با توبن يقان نيم با انت تقانو انت تقاني حتى هذا الحفيد سنين انت تقاني قرانك شن جسومها شن تجس ايات او دمبيسا هلكا سي ديغان كاوي توبن جس با تقاني توبن كجس ايات او دمبيسا هلكا سي ديغيسا لبا تن با تقاني صدن كو دم با تقاني هلكا سي ديغيسا غريغا هو هلكا واسيدا لو كلا يقان قرانك درجات كيسا لو كلا ديغيا سيدا أوجد وحى مهم أمانته قرآن كما كانت آخرين يسوق كلا ديك ديك تذكر قرآن كما كانت آخرين يقارب ديديا قرآن رسول عبد الله بن مسعود وحى أورنجري لا يكن همك آخر الصورة رسولكم محيري هذا كهذ الشعري والقرآن كها أديدين سيدا جواي قال الله ديديا كلا يون النقن قرآن كما كانت آخرين يسوق صورة دامة شوس كدامة حزب كنجار صفحة آخر يون نقن قرآنكم سترتيل قرآن كواخر ومركات صومرتو آية عذابه إلهي كما قال آية شنا مركات صومرتو إلهي ويديسو إلهي وح أمضى كهلاقي كنا عضل مركات صومرتو الله كما قال قرآن كلا نقوله مركات آخرين يسمعنيه ست سنة وح يأخذ وعيسى قفكم معناها قرآن كإنه يقانه وح إلهي تلمام القرآن ك ضدنا إلهي قرآن كشرف بقصية وكعزية
شرفت عزاد ماها مالك يا لعقت يا هنتدا ماها ودينت يا علمك يا قرانك يا الهي شرفتك وقصين يا كفري. والنبي يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الهي كتابك قرانك ضد بكر وقاضي منزلات درجات ويضع به اخرين كوكلنا الهي هوس بوغوديا مركل الرسول صلى الله عليه وسلم يسقوا ضدك كبورين ان قرانك اخرستان قال هان صبحي مساجدنا كنت كذا او مساجدك ما كنت كذا انا ياعن او قرانك حوغا ايه اخرستان او كي حتى ان قرانينين كقرانيه مساجدك جوغا اتقوا قرانك كمرصدو يا وحا وكهل يا حسن هذا يا نبي وكشيكي وحنا بيقول صلى الله عليه وسلم نسحاب هذا كمل عقبه بن عامر جهني الليله وحيري ضد كي فقراء السحاب هذا نوحين مساجد كي مدينه دار دي كدم بيسيبان ودقنينو ظروف تيدا ويسكا اكيد صبح با رسول كنو يمي ونا لها الله وحيري ورياده هني من كينن الى ترى يوم مره تضبات بين نقطه مره وكيرات مره ويكبضتها نمنكينن وحان يدين ويدي كينيبا جعل ورق سبولا وفقراء حاسس ماله مال ماله بير ماله حول ماله غري ماله مساجد كاسا او غري اه واي سيخدان حاسسنا مالها مريو هل هل مري هيستانو نينا وح نينكاي او غادن لقنتو كوسو خيدا نينا الى حدونتا كوركيدو كوخيدا واخ كلا ما هيستان نمن كاس ددكا صحابدا اه بيرها له ايا نينكا بيرها ماركي ككينان سو كيمادان xilligaay soo go'aan bay rucbiyo timir ay intay soo gooyaan keenan masajidka biyaha ceelka masajidka timirtaas ay isku cunaan rasuulku ragii buu la hadlay wuxuu ku yiri kiineeba jecel in uu subaxi jarmaado waagu markuu u bariyo subax walba dixda magaalada madiina togaween dixdiisa inuu tago keeba jecel ama waadiga iyo jeexa caqiiq la yiraahdo inuu tago keeba jecel oo marka uu meesha tago laba halaad oo shilshili soo cayayilan oo buurburan oo kursiya waaweyn uu soo kaxaysto intuu hoggaan soo gashado suuqa madiina soo taago faasaxo lacagti soo qaato jeebkiisa soo gashado halka ku soo noqdo muddo iska isticmaalo biisha keeba jecel laba ama saddex xaalad oo soo kaxaysashada uu soo kaxaysanayana wax dambi aan ahayn cidna aan ka soo boobin cid ka soo dhicin xalaal ay u tahay keeba jecel nin walba waa jecel yahay waxaa taa la mid ah subaxi masaajidka inaad u jarmaadaano salaada markaas la tukadaka bacdi salaada subax ama qofku meel kale baa ku soo tukada hadduu doone masaajidka inaad timaadaano laba aayadood ama ka badan soo akhrisataan ama maxaan kula soo barataan waxaad la xasanaatiin halkii aayadba hal weyn adoo sadaqaysta oo kale haddaad juz akhrisid ka war subax haddaad maqra akhrisid bal ka war haddaad akhrisid in ka badan ka war bal aayaddii ku dhufo hal ku dhufto adiga maxaad intee ahlaad u baad la caraabaysaa baa subax allah la tegaysaa ma sahlana وحرس تعليسين يا غفك من القرآن كو كدداله ورسولك صلى الله عليه وسلم وتلمامه كل بقى يضحى قصي أبطان أي تلدها اللي قصينا يا أي أبطان يا وحن كجبه حيا هذا الكيد لا بحديث حديث كعثمان رسولك صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحايد كو خير بطن قف قرآن كبرتي أضد كبرية قف قرآن كبرتي أضد كبرية ونيد ونعكسن أو روا إن القرآن كلاجر ريبه dadki quraanka u baray quraanka yaqaan waxa ka rasuulku sallallahu alayhi wasallam dadka quraanka akhriya waa laba qaybood dad quraanku waa ku adag yahay waa kicinaya xarfihi waana isdhibayaayo wuxuu jecel yahay inuu sida ku akhriyo midna quraanki waa yaqaanayo si wacan buu akhrinaya labadaas rasuul ka sheekeyay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam qofka quraanka xariifka ku ah ee markuu sida kitaabka u kala furo sida quraanki u dareerinaya aakhira marka la tago malaa'ikta safara la yiraahdo ee risaalada ilaahay qaada ee malaa'ikta maxan kula shaqaysa dadka war wanaagsan loo diro ee shamaamuuska iyo sharafta leh ee baariyaasha ah kuwa safkoodu soo gelaya qofka quraankii uu kicinayo isku dhibayo oo xuruuftii iyo aayadihii kicinayo akhrinaya wahuwa yatatacu fiih isagoo kicinayo isku dhibaya quraankii wahuwa calayhi shaaqun una dhibayo lahu ajraani laba ajar buu leeyahy ajarka uu akhrinayo يا أجر كان إسكلف كأه وإسكلف أيو لبدا أجر بولي بو نبي قولي عليه الصلاة والسلام تام معنى دي وحوي واسترت قرآن كوشرت بشأن رمضان إن الآن لوغا فائدة استأخرين تيسا خاصة إن لوغا فائدة استو بشأن سيقارة لوغا فائدة استو مركز قرآن كو وقف كو ورد الراتب أو يشو أيين يسوبو رنينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم يا شافي المريدين يا الله، أنت شافي اشي مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا. اللهم أنت العزيز أعزنا، اللهم أنت الكريم أكرم بنا، اللهم أنت اللطيف ألطف بنا، اللهم أنت الغفار اغفر لنا. اللهم اجعلنا من في رمضان في هذا الشهر المبارك من الفائزين، اللهم اجعلنا في شهر المبارك من الفائزين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ووالديهم من النار. اللهم اجعلنا ممن يكتب لهم المغفرة والعتق من النيران في شهر المبارك يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، اللهم جازي والديهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وسماحا. اللهم اجعل والدينا من ورثة جنة الفردوس الأعلى. اللهم اجعلهم ممن يشربون حوض الحبيب ويدخلون شفاعة الحبيب، واجعلهم ممن يعطى كتابهم بأيمانهم يوم القيامة، واجعل والدينا ممن يستدلون تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذله، واجعل والدينا في أول زمرة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين، اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين، اللهم اجعلنا من بعدهم ذرية صالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر جميع المسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين في غزة، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، ومساكين فارحمهم، ومظلومون فانصرهم، يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ارحم موتاهم وتقبل لهم الشهادة، اللهم جامع داوي جرحاهم واشف مرضاهم. اللهم زلزل الأرض اليهود من تحت أرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زلزل الأرض اليهود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمر دولتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرسل عليهم جنودك ولا يعلم جنودك إلا أنت. اللهم أرسل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أعدا. اللهم أسقط طائراتهم ودمر دباباتهم يا ذا الجلال والإكرام، وأهلك جيوشهم ومن عاونهم يا ذا الجلال والإكرام، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم إن إخواننا في فلسطين لا حول ولا قوة لهم إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد، أقم الصلاة.